جوردن بيل من المخرجين اللي في فيلمين بس هما جات اوت واس قدر يحط نفسه على الساحه ويثبت ان هو مخرج مهم، تحديدا لما نيجي عن تصنيفات الرعب او الافلام اللي فيها ضغط نفسي وقصص مختلفه. وده طبعا اللي خلى فيلمه الجديد نوب منتظر من نسبه كبيره من الناس، وفي نفس الوقت الفيلم لما نزل اثار شويه جدل. فلو انت عايز تعرف الفيلم حلو ويستاهل ان انت تخشه في السينما ولا فاكس وخلي فلوسك في جيبك، فانا هقول لك من الاخر ايه اللي حلو وحش في الفيلم وانت قرر بنفسك. بس قبل ما نعمل كل ده انزل اعمل لايك وسبسكرايب وشغل الجرس عشان الفيديوز تجيلك اول باول، ويلا بينا. فيلم نوب احداثه بتبتدي بحادثه وفاء غريبه حبتين لاب في ظرف كده مش طبيعي شويه، بس المهم ان ولاده الاثنين بيتجمعوا وبيكتشفوا ان عندهم ازمه ماليه، واثناء ما هما بيحاولوا يخرجوا بره الازمه دي بيكتشفوا ان المنطقه اللي هما عايشين فيها واضح ان فيها فعلا ظاهره كونيه غير طبيعيه، وان حادثه وفاه الاب دي ما كانتش عبث وخلاص. فبدل ما يعملوا زي البني ادمين ويلموا هدومهم ويتكلوا على الله، بيقرروا ان هما يروحوا يجيبوا كاميرات ويحاولوا يصوروا الحاجه الغير طبيعيه دي بحثا على الشهره والفلوس اللي ممكن تحل مشاكلهم. بص، رتم الفيلم بالنسبه لي هو اكبر مشاكله، خليني اقول لك ليه. مبدئيا كده الرتم ابتدى بشكل كويس قوي، يعني الفيلم كان بادي بطريقه حلوه فكرتني شويه بقص، وحسيت ان احنا ماشيين في الاحداث بشكل كويس. اه مش سريع بس اه مش بطيء، والدنيا ماشيه حلوه وانا مهتم. بس الفيلم دخل معانا بعديها في ساعه انا فعلا مش فاهم هو كان بيعمل فيها ايه، يعني غير ان الفيلم بطء جدا وبقى بين الحدث والحدث بتاع ربع ساعه بس، بقى في حاجه غريبه كده، يعني كل ما تحصل حاجه تشد انتباهك وتخليك عايز تقعد وتركز الفيلم بيقول ايه، الفيلم بيفصلك حرفيا. الفيلم بياخد قرار من نفسه انه يقول لك لا نام تاني انا هبوريك بعدين، فتحس كده ان انت على نص الفيلم ابتدت تفقد الاهتمام وابتدى تركيزك يقل، لان كل اللي بيحصل خلال الساعه دي هو رمزيات عماله بتترمي يمين وشمال وقصص فرعيه اه هنحتاجها في النهايه، بس يعني كان ممكن تسيب لي حاجه في النص امسك فيها بدل ما انت بتفصلني قاصد. بس لما خرجنا يا معلم من الساعه دي ودخلنا بقى على لحظه النهايه وكنا مستنيين اللمه بتاعت الكلام ده كله، لا كان في برضه مشكله، لان النهايه نفسها كانت طويله ودي كانت حاجه حلوه، بس كان فيها فجوات غريبه في النص، يعني النهايه عماله بتسرع وتبطا بطريقه ما لمستش معايا او ما حسستني ان انا مبسوط. في لحظات في النهايه كنت مبسوط قوي وكنت بعدل قعدتي، في لحظات تانية كنت بحس اللي هو واحنا ايه اللي رجعنا هنا تاني، ما نجري شويتين، هو احنا ليه بنعمل كده؟ ودي حاجه كانت فصيله شويه، لان النهايه لو فكرت فيها هي حلوه، صعب ان انت تقول النهايه بتاعت نوب وحشه. بالعكس الفيلم استغل كل حاجه فرشها في الاول وحطها لك في النهايه على طبق جاهز، بس الريتم بتاع النهايه كان سيء. ده وصلنا في الاخر ان اكتر حاجه محبطه في فيلم نوب هو الريتم بتاعه. الريتم بتاع نوب حقيقي بيسرع في اوقات غلط وبيبطئ في اوقات غلط، او تحديدا بيبطئ في اوقات غلط، ودي كانت حاجه حقيقي فصيله. بس برضه نقدر نقول ان دي كانت الحاجه الوحيده الفصيله، لان غير كده الفيلم ده جبار في كل حاجه تانية. بص يا معلم، لو هنبتدي بالقصه فمبدئيا كده هي بسيطه ومفهومه ورمزياتها مفهومه، فانت مش محتاج مترجم معاك جنبك عشان يشرحها لك زي فيلم قص. اما بقى لو هنخش على الاداء التمثيلي فحابب اقول لك ان في لحظات الملل الحاجه الوحيده اللي ممكن تشدك وتخليك تركز هي حلاوه التمثيل، والشخصيات نفسها وان كانت مش كلها واخده حقها بنسبه 100%، وفي شخصيات كانت تستاهل وقت اكتر من كده، بس حتى ولو الاداء التمثيلي بجد كان قادر ان هو يربطك ويقعدك ويخليك تركز شويه مع الشخصيات دي، وتحديدا دانيال كالويا في دور او جي بجد كان خرافي في الفيلم ده. اما بقى لو هنروح على السينماتوجرافي فمش عارف اقول لك ايه ولا ايه، بس بجد التصوير في الفيلم ده في حته تانيه خالص. فمن الاخر يا معلم، فيلم نوب للاسف فيلم ممل وبيتطلب منك تركيز شويه في اللحظات المهمه عشان تلم الصوره الكامله بتاعته، لكن على الناحيه التانيه هو تجربه سينمائيه حقيقي خرافيه وتستاهل ان هي تتجرب. الريتنج بتاعي لفيلم نوب هو 7/10. خليني كده اسالكوا سؤال، ايه احسن فيلم جوردن بيل من التلات افلام بتوعه لحد دلوقتي؟ وايه رايك في الكومنتس؟ وما تنساش برده ان الريفيو ده كان رايي في الفيلم، وبرضه مستني رايك في الكومنتس. بس كده سلام.